معانا بسملة من المنوفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. ممكن نقولها كده، اقرأ بلا مبالغة، بلطف، اقرأ. اقرأ ايوه كده، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. جهد مشكور، جزاك الله كل خير. يبقى ننتبه للقاف واحنا بنقرأ، سواء كان في كلمة اقرأ او في كلمة خلق او علق، فنخلي بالنا. ونخلي بالنا في كلمة الأكرم وإحنا بنقرأ، ما تجيش مني الكاف كأنها قاف، لا، ما أقولش الأكرم. الهمز ترقق والكاف بعدها ساكنة، كاف غير قاف، فنخلي بالنا.